أشاد رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كلشات بالدور الذي يقوم به البرنامج السعودي في بناء مستشفى تعليمي، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل إضافة نوعية للجامعة في الفترة القادمة. وعبر الدكتور كلشات عن أمله بأن يتم استكمال مدينة الملك سلمان التعليمية والتي وضعت لها الدراسات لبناء كليات ومرافق تابعة للجامعة. الجامعة لديها حرم جامعي كبير تقريبا كيلو في كيلوين، ويوجد فيه مبنى واحد فقط اللي هو مبنى كلية التربية. حاليا الأخوة في البرنامج السعودي مشكورين، قاموا على بناء مستشفى، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هذا المستشفى تعليمي في المستقبل، تستفيد منه الجامعة بذات التخصصات الطبية. نحن أيضا على أمل أنه يتم استكمال مدينة الملك سلمان التعليمية التي وضعت لها الدراسات لبناء كليات ومرافق تتبع الجامعة. الأرض موجودة، الحرم موجود. نحن أيضا من طرفنا قمنا على تشكيل لجنة تعمل على عمل دراسة مبدئية أولية لتحديد أماكن الكليات ومرافق الجامعة. فبدون هذه المرافق وبدون هذه المنشآت ستكون الأمور صعبة ولا شك، ومتأملين خير في دعم أشقائنا في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج بشكل عام أو الجهات المانحة العالمية أنها تقدم دعم ومساندة للجامعة في هذه المرحلة.